وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد والي صاحب الجلالة على جهة مراكش أسفي، حضرات السيدات والسادة الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. بمناسبة حلول الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين، نلتقي في هذه اللحظات المجيدة لمتابعة الخطاب الملكي السن خطاب العرش، والاحتفال بعيد البيعة والولاء والضمان المتين بين الملك والشعب لما يعكسه من فخر للمغاربة لتاريخهم وهويتهم الوطنية. إن احتفالات عيد العرش لهذه السنة تأتي بطعم كثيف الدلالات يجعلنا نستحضر بفخر كل ما تم إنجازه خلال 25، وهي فرصة ثمينة نسترجع عبرها عددا غير يسير من التحولات الإيجابية التي عرفها السورية والدينية والثقافية والفنية، وعلى مجال أن يحفظ ملكنا وبلدنا وشعبنا بما حفظ به الذكر الحكيم. وها على مسامعكم الشيخ القارئ عبد الله تاريخي بما تيسر من سورة الفتح، فليتفضل شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه جابي العزيز. نخلد اليوم بكل اعتزاز الذكرى 25 لاعتلائنا العرش، وخلال هذه السنوات حققنا والحمد لله العديد من المكاسب والمنجزات في مجال الإصلاحات السياسة والمؤسسية وترسيخ الهوية المغربية، كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية لتحقيق التماسك الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية، وأمننا كذلك على تكريس الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل وازن وشريك مسؤول وموثوق على الصعيدين الجهوي والدولي. شعبي العزيز، إنما حققناه يعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل، إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا تحتاج إلى المزيد من الجهود واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية. فتوالي 6 سنوات من الجفاف أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لا سيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء، وفتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي ساهم والحمد لله في التخفيف من حدة الوضع المائي. ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء
وتحديد هدف استراتيجي في كل ظروف الأحوال، وهو ضمان الماء الشرب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني. وفي هذا السياق لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة. وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية من خوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر. كما ستتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية. ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة. ويبقى التحدي الأكبر وإنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحددة دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية. وهنا نؤكد من جديد أنه لا مجال لأي تهاون أو تأخير أو سوء تدبير في قضية مصيرية كالماء. شعبي العزيز، أمام الجهود المبذولة لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصالح أنفسنا بخصوص أقرنة وترشيد استعمال الماء، لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير لتعبئة الموارد المائية وفي المقابل تتواصل مظاهر تدبيرها وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات، وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين. إننا ندعو السلطات المختصة للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لا سيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط. وفي نفس الإطار نوجه الاعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها. ونود أن نكون أخيرا على ضرورة تشجيع الابتكار واستثمار ما تتيح التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. وفيما يخص الأقاليم الجنوبية المملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه التي تم إنجازها في النهوض بقوة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. لذا نوجه لتوسيع محطة الدخلة والرفع مستقبلا من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى، وذلك باعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة التي تتوفر عليها هذه الأقاليم، وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية
كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها. شعبي العزيز، إن الاهتمام بالأوضاع الداخلة لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي صفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لإخواننا في غزة. وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة لحلول عملية ملموس ودائم لإطلاق معالجة الوضع الإنساني، تفاقم الأوضاع بالمنطقة، خروج من منطقة تدبير العمل إلى منطقة العمل على إيجاد حل لهذا النزاع، وذلك الدور التالي. إذا كان التوصل على وقف غزة أولوية عاجلة، يجب أن يتم بموازاة سياسي كفيل ودائم في المنطقة. إن اعتماد المفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون في غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. شعبي العزيز، إن المساهمة في تنمية الوطن وفق الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اهتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الوحية والفعاليات الوطنية في القطاعين العام والخاص من أجل تقدم وتنمية البلاد. ولا يفوتنا أن نخصص بالإشادة والتقدير كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نترحم بكل خشوع للأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدهم جدنا ووالينا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. وخير الختام قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا ذا العزة والجلال والفضل والإنعام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى العظام وصفاتك العلى الكرام أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك سيدنا محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه.